ما خصناش نلوحو نواه او عدم التمر. وعلاش؟ لانه ببساطه كيحتوي على عده منافع واكثر من 100 فائده. كما كتعرفوا نسبه كبيره من المسلمين كيستهلكوا التمر في رمضان، والاغلبيه كيلوحوا النواه او العلف او العظم ديالهم لداخل. من اليوم فصاعدا ما خصناش نلوحو العظم ديال التمر. اولا لانه من فوائد ديالو انه كيطول الرموش وكيكثر من الحجبان وكيقوي النظر وكيسود العينين. ثانيا الا طحناه وخلطناه مع زيت الزيتون وزيت الخروع كيمنع تساقط الشعر نهائيا، وفي نفس الوقت كيملا الفراغات وكيرطب الشعر. ثالثا نقدروا نستعملوا المسحوق ديالو كبديل للقهوه خاليه من الكافيين، وعده شركات عالميه ولات كتستعملوا كمكون اساسي للقهوه ديالها. رابعا كيستعملوا بعض النساء كبخور طبيعي بعد الولاده لارجاع الرحم لمكانه الطبيعي. خامسا نقدروا نستعملوا نواه التمر كمهدئ لالم الاسنان، وذلك باستخدام المسحوق ديالو مباشره فوق الم الاسنان، استحلاب ديك الماده اللي كتعتبر مخدر طبيعي، وكذلك هو ماده اساسيه في صناعه الكحول الطبيعي المغربي. ومن مميزاته اننا نقدروا نستعملوه كبديل الشوكولات اي الكاكاو، وكذلك له عده فوائد. ندوزو مباشره لطريقه التحميص ديالو والطحن ديالو. قبل ما ندوزو كل شيء يدير مشاركه في القناه ويفعل الجرس باش يوصلكم المزيد من الفيديوهات. اول خطوه غنجمعوا واحد الكميه ديال العظم ديال التمر وغادي نغسلوها جيدا وغنديروها كتنشف. ثاني خطوه غنديروها على نار هادئه مع التحريك ديالها. بعد ذلك نقومو بالتكسير ديالو في شي مهرز، وغادي نقومو بالطحن ديالو في شي خلاط كهربائي. من بعد ما نطحناه جيدا غنغربلوه للحصول على مسحوق رطب. غادي نحتفظوا به في شي قرعه زجاجيه، شي قنينه زجاجيه. بعد ذلك هو جاهز للاستعمال. اخوان الاخوات ما تنساوش ديروا جيم وكومونتير يوصل هذا الفيديو اكثر عدد ديال الناس. شكرا. طريقه اعداد زيت تارة او نبات السعد لازاله الشعر نهائيا، وكذلك كيرطب البشره وعدم ظهور الشعر مره اخرى. هذه العشبه اللي هي جذور النجم او نبات السعد او تارة، من احسن وافضل الاعشاب على الاطلاق، اللي غنيه بالبروتين وعباره على عصير طبيعيه كتزيل الشعر بدون اي اثار جانبيه. ينتشر في السعوديه والعراق دراسات عن فائده درنات هذا النبات اللي هو السعد، فائدته بالقضاء على الشعر بالمناطق غير المرغوبة من الجسم. اللي كتستعملوها بشكل دائم كتمنع ظهور الشعر نهائيا. هذه العشبة اللي اسمها تارة هي عشبة آمنة، ومن الفوائد ديالها انها كتقلل نمو الشعر او كتمنع نمو الشعر، وفي نفس الوقت كترطب البشرة. معلومة مفيدة جدا وبنحاول نقدمها في ابسط صورة ممكنة. نبات السعد، نبات السعد تقلل نمو الشعر. يعني بمعنى ايه؟ بمعنى ان ده الكلام ده بيفيد السيدات عموما، بيفيد برضو الرجال، وعايزين يقللوا نمو الشعر بيجيبوا نبات السعد. كذلك الوصفة نقدروا نستعملوها جميع مناطق الجسم بما فيهم المناطق الحساسة. تارة وكما هو معروف عليها كتزيل الشعر من الجذور وكتضعف المسام لعدم ظهور الشعر مرة أخرى. قبل ما ندوزو لطريقة التطبيق والاستعمال، اخوان 90% من المشاهدين والمتتبعين ديال القناة ديالي ما دايرينش مشاركة. اللي شاف هذا الفيديو اللي طلع لي هذا الفيديو يدير جيم ويدير مشاركة للمزيد من الوصفات والفيديوهات ان شاء الله. أول حاجة غناخدو جذور النجم أو نبتة السعد وغنغسلوهم ونشفوهم ومن بعد نطحنوهم. غناخدو ملعقة كبيرة من مسحوق نبات السعد أو تارة وغنديروهم في قرعة زجاجية تكون معقمة. بعد ذلك غنضيفو ليها حوالي كأس كبير من زيت الزيتون. نغطيو القرعة ديالنا بشي زيف يكون اسود باش ما تضربهاش اشعة الشمس مباشرة. بعد ذلك نحطوها في شي بلاصة اللي تضرب فيها الشمس مدة ديال 40 يوم. طريقة او كيفية الاستعمال، يشترط قبل اننا نزيلو الشعر ندهنو الزيت ديالنا ونخليوه واحد المدة ديال ساعة، ونكررو العملية كل يوم لمدة 3 ايام. كيقلل من ظهور الشعر وفي نفس الوقت كيمنعو النمو مرة اخرى. وصفة ديجا مشهورة ومعروفة الدكتور جمال الصقلي. خلينا غير اللي يستاهلو مضمون. الوغ قلنا لي ريزوم دو شيان دون. لي ريزوم دو شيان دون تيكون عندهم واحد الكويرات صغار، كاين اللي تيسميه نجم، كاين اللي تيسميه السعد. كاين كاع اللي سماه تيموسيت. كلشي يدير جيم ويخلي لنا كومونتير تعليق زوين لتشجيع هذا المحتوى. شكرا للاخوان اللي كيخليو لنا رسائل، وشكرا للاخوان اللي كيشجعونا دائما. غدا ان شاء الله رمضان في معظم الدول العربيه. بغيت نبارك جميع متتبعيني جميع المسلمين حول العالم، رمضان مبارك سعيد ان شاء الله يدخل عليكم باش ما تمنيتو، وبمغفرة الذنوب وبالاجر ان شاء الله. نتمنى لكم السعاده والنجاح في حياتكم. فقط بعشبه وحده احياء بصيله الشعر من الجذور وتقويه الشعر ومنع تساقط الشعر نهائيا. عشبه اليوم حب الرشاد، هذه العشبه المشهوره والغنيه عن التعريف لها العديد من الاسماء كالثفاء والبقدونس الحاد وحب الرشاد. تعود الجذور ديالها للخليج العربي او الشرق الاوسط، غنيه بالالياف الغذائيه وفيتامين ا وفيتامين سي وبروتين
الفيتامينات وكذلك المغنيسيوم والكالسيوم وحمض الفولياك. هذه الوصفه ديجا صورتها في فيسبوك ولا التيك توك وجميع التعاليق اللي كانوا عليها هما تعاليق ايجابيه، يعني بزاف ديال الناس استعملوها وعطاتهم نتائج جد مرضيه. وتهنا في المحل التجاري دائما ما كيجيو زبائن وكيقولوا لي ان انا استعملنا الوصفه ديال حب الرشاد عطات نتائج رائعه. قبل ما ندوزوا لطريقه التطبيق والاستعمال، كيف ديما 90% من المشاهدين ديال المحتوى ديالي ما دايرينش مشاركه لهاد القناه، كلشي يدير مشاركه ويفعل الجرس ويشجعنا على المزيد من الفيديوهات. اول خطوه ناخذ ملعقه صغيره من حب الرشاد، نضيفوا لهم 7 حبات من القرنفل او المسمار او العود على حسب كل منطقه وشنو كتسميه. بعد ذلك غنخويو عليهم نصف لتر من الماء وغنخليهم يطبخوا، نتركوهم على النار يطبخوا حتى حب الرشاد يطلق لنا واحد اللون ابيض. نصفيه في شي بخاخ يكون زجاجي بعد ما احتفظنا به في بخاخ، غادي نرشوا شعرنا بشكل يومي كل مساء وكل صباح مع تمشيط الشعر. ماشي اوبليجي نغسلوا شعرنا في ديك الوقيته، يعني نخليوه تدوز يومين او 3 ايام عاد نغسلوا شعرنا. الوصفه ديجا مجربه ورائعه في منع تساقط الشعر، عندها حتى شي اثار سلبيه باستثناء المراه الحامل بيان سور ما تقدرش تستعملها حيت حب الرشاد من الاعشاب اللي سخونه او ساخنه تقدر تكون عندها تاثير على المراه الحامل. اخوان وصلنا لاخر الفيديو، ما تنساوش تخليو لينا بشان رايكم في هذا الفيديو هذا المحتوى. شكرا للناس اللي كيشجعوني، تعليقاتكم كتفرحني وتشجيعات ديالكم كتخليني سعيد وانني نعطي اكثر. شكرا لكم، في امان الله. واحد بعشبه وحده كتقضي على مشكل النحافه وكتزيد في الوزن طبيعيا للكبار والصغار والنساء والرجال. هاد النبته او هاد العشبه اللي سميتها حبه الزلم او لوز الارض او حبه العزيز، سميت بحبه العزيز لان احد ملوك مصر كان مولع بها، كان كيستعملها بزاف. فوائد حبه العزيز انها كتفتح الشهيه، كتحسن وظيفه الجهاز الهضمي، في نفس الوقت كتقوي المناعه، كطرد السموم من الجسم. كتحتوي حبه العزيز او حبه الزلم على نسبه عاليه من الالياف وكذلك السكريات والفيتامينات، وكذلك تعتبر امنه بالنسبه للصغار ابتداء من 6 سنوات. اقدم الاشجار او من اقدم النباتات اللي معروفه انها فاتحه الشهيه وكتعتبر مكمل غذائي. قبل ما ندوزو طريقة التطبيق والاستعمال، كلشي يدير الاشتراك ويفعل الجرس يوصل الفيديو اكثر عدد ديال الناس. تقريبا 90% من المشاهدين ديال هاد القناة ما دايرينش ابوني، وشكرا للناس اللي كيشجعونا دائما وكيخليو لنا تعاليق ورسائل زوينة. اول خطوة غناخدو حبة العزيز او حبة الزلم وغنقيوها جيدا من داك الحصى وداك التراب اللي كيكون متعلق بها. بعد ذلك غنطحنوها حتى تولي لنا شكل بودغ مسحوق. غنهزو ملعقة متوسطة الحجم غنضيفوها ليغورت او علبة زبادي. طريقة الاستعمال غناخدو ملعقة مع وجبة الفطور، غنستعملوها حتى الوصول للنتيجة المبتغى، يعني حتى توصل الوزن اللي انت بغيتي بدون أي أثر سلبية. ما ندوزوش فقط هاد الكمية اللي ذكرنا في 24 ساعة، ما عندهاش أثر جانبية باستثناء المرأة الحامل اللي ما تقدرش ديرها. كلشي الإخواني ديال بارطاج هاد الفيديو، ما تنساوش المشاركة، تفعيل الجرس في اليوتيوب ليوصل هاد المحتوى لأكثر عدد ديال الناس. فوائد العفس لتضييق المهبل والرحم والطريقة المثلى لاستخدامه. السلام عليكم الإخوان، مرحبا بكم في قناتي يونس الحنداوي، قناة مختصة في الوصفات والأعشاب الطبيعية. اليوم غنعطيكم وصفة خاصة بالنساء لتضييق المهبل وكذلك كتخلص من روائح المهبل الكريهة، كما أنه كيقضي على البكتيريا والفطريات، كتعمل على تقليل الإفرازات وكتضيق عضلة الرحم اللي بدورها كتضيق المهبل. وكما أن الكثير من النساء اللي استعملوه شهدوا أنه كيبيض المناطق الحساسة. قبل ما ندوزو طريقة التطبيق والاستعمال، بغيت كلشي يدير الاشتراك ويفعل الجرس. أكثر من 90% من الناس اللي كيتابعوا قناتي ما دايرينش الاشتراك، وبغينا كلشي الإخوان اللي شاف هذا الفيديو يدير مشاركة ويدير جيم.